السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ابنائي الطلاب والطالبات الاعزاء، احنا ان شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الاول في الوحدة الاولى اللي هو بيتكلم على لغ. لغ معناها الساعة، يبقى هنا كلمة لغ يعني الساعة، هنا الاش ما بنطقهاش بقول لغ، يبقى لغ يعني ايه الساعة. طيب انا دلوقتي عايز اسال واحد اقول له الساعه كام، هقول له كلير ايتيل، كلير ايتيل، كلير ايتيل يعني الساعه كام. طيب هو لما يرد عليا هيقول لي ايه؟ ايلي كذا اغ، ايلي كذا اغ. يبقى هنا النقط دي انا بحط فيها الساعه، سواء الساعه كانت واحده اين او دو او تغوا او كاتر او سانك او سيس او سات او ويت او نف او ديس او اونز او دوز. يبقى انا دلوقتي عشان اسال اي حد اقول له الساعه كام بقول له كلير ايتيل، والاجابه بتاعتها ايلي كذا اغ. في بعض الكلمات المهمه جدا علشان اتقن الساعه كويس جدا ولازم اعرفها. اول حاجه ساعه يعني اينر، ساعه يعني اين اغ، يبقى ساعه يعني ايه؟ اينر، اينر. طيب عايز اقول ربع يعني انكار، ربع انكار، ربع انكار. طب عايز اقول وربع يعني الساعة كذا، ساعة مثلا واحدة او كذا، وربع، وربع يعني ايه كار، وربع يعني ايه؟ ايه كار، وربع يعني ايه كار، ايه كار. طيب في كمان نص، نص يعني دومي، نص يعني ايه؟ دومي، دومي يعني نص. طب عايز اقول ونص، يبقى ايه دومي؟ يبقى ايه دومي، ايه دومي، يبقى ايه دومي يعني ايه ونص. طيب في الا، الا يعني موا، الا يعني ايه؟ موا، الا يعني موا، موا يعني الا. عايز اقول ساعه 7 الا 5، 7 الا 10، يبقى كلمه الا معناها ايه؟ موا، الا يعني ايه؟ موا. طيب عايز اقول الا ربع، الا ربع اسمها موا الكار، موا لو كار، موا لو كار، يبقى ايه؟ الا ربع موا الكار، موا الكار يعني الا ربع، موا الكار يعني الا ايه؟ الا ربع. طيب في لو الساعه 12 بالليل، اللي هي 12 منتصف الليل، اسمها من وي، من وي، من وي، من وي. طب الساعه لو كانت 12 الظهر يبقى اسمها ايه؟ ميدي، ميدي، يبقى 12 الظهر يعني ايه؟ ميدي، يبقى ميدي. طيب الليل يعني لو سوار، الليل يعني ايه؟ لو سوار، المساء يعني لو سوار، يبقى ايه؟ لو سوار، المساء يعني ايه؟ لو سوار. في بعد الظهر اسمها لابري ميدي، لابري ميدي، يبقى بعد الظهر يعني ايه؟ لابري ميدي. طيب انا مثلا عايز اقول الساعه 8 بالليل، ليه بقى؟ لان مثلا هناك في اوروبا النظام في الساعه اللي هو 24 hours يعني 24 ساعه. انا عندنا هنا يعني مثلا انا لو واحد اوروبي قلت له الساعه 8 هيفهم ان هي الساعه 8 صباحا، لو انا مثلا عايز اقول الساعه 8 بالليل، لان عندهم لو 8 بالليل بيبقى 24 hours، يبقى 8 هتبقى الساعه 20. لكن انا ممكن اقول مثلا الساعه 8 مساء، يعني بقول لي مثلا ايلي 8 دو سوار، يبقى كلمه دو سوار تدل على مساء يعني بالليل، يعني الساعه 8 مساء، يبقى ايلي 8 دو سوار، ايلي 8 دو سوار. طيب مثلا انا عايز اقول الساعه مثلا واحدة او اتنين او تلاتة بعد الظهر، لان هناك برضو ال 24 hours الساعه واحدة بعد الظهر اللي المفروض الساعه 13، اتنين بعد الظهر 14، تلاتة 15، وهكذا. لكن انا لو عايز اقول مثلا الساعه مثلا واحدة بعد الظهر بقول كده ايلي 1 دو لابري ميدي، يبقى ايلي 1 دو لابري ميدي. يبقى انا ممكن اضيف دو سوار علشان اقول مساء، ممكن اضيف دو لابري ميدي علشان اقول بعد الظهر. يبقى دي الكلمات دي يا جماعه، دي كلمات مهمه جدا واساسيه لازم اعرفها علشان اعرف استخدم الساعه كويس جدا. يبقى انا لما اجي اسال على الساعه اقول الساعه كام بقول كلير ايتيل، كلير ايتيل. اجاوب على السؤال ده ازاي؟ بقول ايلي واقول كذا اغ، ايلي كذا اغ. طبعا ساعة إينر، ربع أنكار، ربع إيكار، نص دومي ونص إيدومي، إلا موان، إلا ربع موان الكار،
منتصف 12 منتصف الليل من وي، 12 ظهرا ميدي، المساء اللي هي لو سوار، بعد الظهر اللي هي لابري ميدي. وزي ما بقول لكم لو عايز اقول الساعه مثلا 8 او 9 او 10 او 11 مساء بقول اليه كذا اور دي سوار، بضيف ايه دي سوار. عايز اقول الساعه 1 او 2 او 3 او 4 او 5 بعد الظهر بقول اليه كذا دو لابري ميدي، بضيف دو لابري ميدي. طيب دلوقتي احنا هناخد بقى الساعه بالتفصيل. اول حاجه هناخد ليزور، ليزور اللي هي الساعات، ليزور اللي هي ايه الساعات. هنا لو لاحظتوا هتلاقوا دي رسمة الساعة، هتلاقوا دايما مادام انا بتكلم على الساعات يبقى هتلاقوا عقرب الدقايق اللي هو العقرب الكبير دايما ثابت على 12، دايما ثابت على ايه؟ على 12، وانا بحرك العقرب الصغير اللي هو عقرب الساعات. يبقى هتلاقوا العقرب الكبير بتاع الدقايق ثابت على 12، وانا بحرك العقرب الصغير اللي هو ايه؟ بتاع الساعات. أول حاجة خلاص العقرب الكبير ثابت على 12، أول حاجة العقرب جه على واحدة. يبقى الساعة كام؟ يبقى أقول كده إليه إينر، إلي إينر. طيب العقرب جه على 2، يبقى أقول الساعة كام؟ يبقى أقول إلي دوزور، إلي دوزور. طب هنا ليه ما قلتش دو؟ ليه قلت دوز؟ لأن الإكس لما يجي بعدها فاولز منطقها زد، عشان كده أقول إيه؟ إلي دوزور. طيب العقرب جه على 3، يبقى أقول إيه؟ إلي تغوازور، إلي تغوازور. طب ليه قلت تغواز؟ ما قلتش توا؟ برضه لان الاس لما يجي بعديها ان فويل سو برونونس زد، بنطقه ايه؟ زد. يبقى عشان كده بقول ايه؟ الي تغوازور. طيب العقرب لما يجي على 4 يبقى الساعه كام؟ يبقى الي كاتر، الي كاتر. طب العقرب لو جه على 5 يبقى الساعه كام؟ يبقى الي سانكر، الي سانكر. طب العقرب لو جه على 6 يبقى الساعه كام؟ الساعه 6، يبقى الي سيزر، الي سيزر. وخلي بالكم هنا ما اقولش سيس، لا بقول سيز، الاكس بنطقها زد عشان بعدها ان ايه؟ ان فويل، بعدها فاولز، يبقى الي سيزر. طب العرب لو جه على 7 الساعه 7، يبقى الي ستر. طب العرب لو جه على 8 يبقى الي ويتر. العرب جه على 9 الي نيفر. خلي بالك هنا ما اقولش نف، لا الاف بنطقها في، يبقى اقول كده الي نيفر، الي نيفر. طب العقرب جه على 10 يبقى الساعه 10 يبقى الي ديزر، الي ديزر. وبرده نفس الفكره 10 ديس بتنتهي باكس، لما يجي بعدها فاولز بنطقها زد، يبقى اقول ايه؟ الي ديزر. طيب العقرب جه على 11 يبقى الي اونزر، الي اونز، اونزر يعني الساعه 11. طيب نفترض العقربين جم على 12، لو العقربين جم على 12 بقول الي دوزر، الي ايه؟ طيب لو العقربين جم على 12 يبقى بقول يا اما اقول الي دوزر الساعه 12، او ممكن اقول الي ميدي لو كانت الساعه 12 الظهر، او اقول الي منوي لو كانت الساعه 12 منتصف الليل. طيب نشوف بعد كده هناخدها بقى بالتفصيل. هنا ادي السؤال، لما اسال الساعه كام بقول كلير ايتيل. هنمسك واحده واحده. اول حاجه لو العقرب، طبعا احنا كده بنتكلم على الساعات، يبقى العقرب الدقايق هيبقى ثابت على 12، لو عقرب الصغير على واحده يبقى اقول كده الي اينر، الي اينر، الي اينر، يعني الساعه ايه؟ واحده، يعني الساعه ايه؟ واحده. طيب افترض بقى العقرب الكبير هي خلاص ثابت على 12، العقرب الصغير راح على 2، يبقى الساعه كام؟ يبقى الي دوزور، الي دوزور، الي دوزور، يعني الساعة 2. وخلي بالي هنا ان الاكس نطقتها زد علشان جه بعديها ان فويل، عشان كده بقول ايه؟ الي دوزور. طيب نفترض العقرب الصغير جه على 3 يبقى الي تغوازور، الي تغوازور، الي تغوازور، يعني الساعة ايه؟ 3. طبعا هنا الاس نطقتها زد عشان بعدها ان فويل. طيب نفترض بعد كده العقرب الصغير جه على 4 يبقى الساعة كام؟ يبقى إلي كاتر، إلي كاتر، إلي كاتر، يعني الساعة 4. طيب بعد كده نفترض العقرب الصغير جه على 5 يبقى الساعة كام؟ هتبقى إلي سانكر، إلي سانكر، إلي سانكر، يعني الساعة 5. طيب العقرب الصغير جه على 6 كليريتيل الساعة كام؟ هتبقى إلي سيزر، إلي
سيزر إلي سيزر. وقلت لكم يا جماعة هنا الإكس هنطقها زد، مش هقول سيس، لا هقول سيز، يبقى إلي سيزر. طيب نفترض العقرب الصغير جه على 7، يبقى الساعة كام؟ هتبقى إلي ستر، إلي ستر، إلي ستر. طيب نفترض العقرب الصغير جه على 8، هتبقى الساعة كام؟ يبقى إلي ويتر، إلي ويتر، إلي ويتر، يعني الساعة 8. طيب هنفترض العقرب الصغير جه على 9، كليغتيل الساعة كام؟ هتبقى إلي نيفر، إلي نيفر، إلي نيفر. هنا خلي بالكم منطقش الإف بنطقها في، بقول إلي نيفر الساعة 9. طيب نفترض العقرب الصغير جه على 10، الساعة كام؟ هتبقى إلي ديزر، إلي ديزر، إلي ديزر، يعني الساعة 10، وبرضو الإكس هنطقها زد. طيب نفترض العقرب الصغير جه على 11، كلير إتيل الساعة كام؟ يبقى الساعة إلي أونزر، إلي أونزر، إلي أونزر، يعني الساعة 11. طيب نفترض بقى يا جماعة العقربين الكبير والصغير جم على 12، ليها كذا طريقة. أول حاجة ممكن أقول إلي دوزر الساعة 12، إلي دوزر الساعة 12. ممكن لو كانت الساعة مثلا 12 الظهر، عايز أقول 12 ظهر، ممكن أقول إلي ميدي، إلي ميدي، إلي ميدي. طيب نفترض برضو العربية على 12 وعايز أقول 12 مساء اللي هي منتصف الليل، يبقى أقول إيه؟ إلي منوي، إلي منوي، إلي إيه؟ منوي يعني 12 منتصف الليل، إلي ميدي يعني 12 إيه؟ ظهران. طيب بعد كده دلوقتي احنا هنتكلم على لي مينيت، هنتكلم على الدقايق. بص يا جماعه ادي الساعه، اللي هتلاحظوا ايه بقى؟ ان كل رقم بخمس دقائق، كل رقم بخمس دقائق، دقائق يعني مثلا 1 بتساوي 5، 5 2 يبقى ديس يبقى 10 دقائق، 3 يبقى كانز و15، 4 يبقى 20، 20 5 يبقى 25، 6 يبقى 30، 7 يبقى 35، 35 8 يبقى 40، 40 9 يبقى 45، 45 10 تبقى 50، 11 تبقى 5، 55 55. يبقى انا اخلي بالي هنا ان كل رقم في الساعة دي في الدقائق بتساوي 5 دقائق، يعني مضروب في 5 يبقى هتلاقي 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55. طيب مثلا هنيجي نشوف الكلام ده، انا دلوقتي هتكلم على الدقايق، يبقى انا هثبت عقرب الساعات، انا خلاص مثبته على 3، واللي هحركه العقرب الكبير اللي هو عقرب الدقايق. اول حاجه عقرب الدقايق جه على 1، احنا قلنا الواحد بيساوي كام؟ 5 دقايق، يبقى الساعه هتبقى الي 3 5. طيب العقرب الكبير جه على 2، قلنا 2 في 5 يبقى 10 دقائق، يبقى إلي 3 10. طيب العقرب الكبير جه على 3، و3 بتساوي 15 15 دقيقة، يبقى هقول كده إلي 3 10 15، يعني الساعة 3 و15 دقيقة، أو ممكن أقول إلي 3 10 15، إي كار يعني وربع، إي كار يعني إيه؟ وربع. طيب عقرب الدقيقة جه على 4، 4 في 5 يبقى 20 دقيقة، يبقى إلي 3 10 20. طيب العقرب جه على 5، 5 كده ب 25 دقيقة، يبقى إلي 3 10 25. طب العقرب جه على 6، 6 في 5 يبقى 30، يبقى 30، يبقى إلي 3 10 30، يبقى الساعة 3 و30 دقيقة، أو ممكن أقول إلي 3 10 15، إي دومي يعني ونص، إي دومي يعني إيه؟ ونص. طيب عقرب الدقايق جه على 8، إحنا قلنا على 7، إحنا قلنا 7، 7 في 5 يبقى 35 دقيقة، يبقى إلي 3 10 35، يبقى الساعة 3 و35 دقيقة. طب العقرب جه على 8، 8 يبقى 40، يبقى 40 دقيقة، يبقى إلي 3 10 40. طيب العقرب جه على 9، 9 يعني 45 دقيقة اللي هي 45، يبقى أقول كده إلي 3 10 45. طيب العقرب جه على 10، 10 في 5 يبقى 50 دقيقة اللي هي 50، يبقى أقول إلي
350. طيب العقرب جه على 11، طبعا 11 دي في 5 يبقى بتساوي 55، بتساوي 55 دقيقة. يبقى هقول كده إلي 3h55، يعني الساعة دلوقتي 3:55 دقيقة. يبقى هنا يا جماعة لو لاحظتوا هتلاقوا إن كل رقم بيساوي 5 دقايق، كل رقم بيساوي كام؟ 5 دقايق، يعني كأنك بتضرب الرقم في 5، يعني العقرب ده لو على 1، 1 في 5 يبقى في 5 بسانك. لو العقرب على 2، 2 في 5 يبقى 10 يبقى ديس. لو على 3 يبقى 3 في 5 ب 15 اللي هي كانز. لو على 4 يبقى 4 في 5 ب 20 يبقى فان. لو على 5 يبقى 5 في 5 ب 25 ب 25 يبقى فانسانك. لو على 6 يبقى 6 في 5 ب 30 اللي هي 30. لو على 7 يبقى 7 في 5 ب 35 يبقى 35. لو على 8 يبقى 8 في 5 ب 40 يبقى 40. لو على 9 يبقى 9 في 5 ب 45 يبقى 45. لو على 10 يبقى كأنك بتضرب 10 في 5 ب 50 اللي هي 50. و11 هيبقى 11 في 5 هتبقى 55 اللي هي 50 سنت. طيب نيجي بقى بالتفصيل بقى يا جماعه. ادي هنا طبعا احنا بنتكلم عن الدقايق، يبقى عقرب الساعات هيبقى ثابت. ادي هنا لي مينيت، هنا عقرب الساعات هيبقى ثابت على 3. ها اول حاجه لما العقرب ده يجي على 1 يبقى الساعه كام؟ يبقى هي الساعه 3:05، يبقى تبقى كده الي 3h05، الي 3h05. طيب العقرب الدقايق جه على 2، 2 يبقى 10 دقايق، يبقى هتبقى ايه؟ إلي 3h10، إلي 3h10. طيب العقرب الدقايق جه على 3 يبقى 15 دقيقة، يبقى هيبقى الساعة كام؟ إلي 3h15، إلي 3h15، يعني الساعة 3:15 دقيقة. أو ممكن أقول إلي 3h15، إيكار يعني ربع، يبقى إلي 3h15. طيب العقرب الدقايق جه على 4 يبقى هنا ب 20 دقيقة، يبقى 23 دقيقة، يبقى إلي 3h20، إلي 3h20. طيب بعد كده نفترض عقرب الدقايق هيجي على 5، 5 يبقى معناها 25 دقيقة، يبقى هتبقى الساعة كام؟ يبقى هتبقى إلي 3h25، إلي 3h25. طيب عقرب الدقايق جه على 6، كليريتيل الساعة كام؟ هتبقى إلي 3h30، يعني الساعة 33 دقيقة. أو ممكن أقول إلي 3h30، إلي 3h30، يعني 3:30. طيب عقرب الدقايق نفترض راح جه على 7، 7 يبقى كده الساعة 3:35 دقيقة، هتبقى إيه؟ هتبقى إلي 3h35، إلي 3h35. طيب عقرب الدقايق جه على 8، يبقى كده 40 دقيقة. طب الساعة كام؟ يبقى إلي 3h40، إلي 3h40. طيب نفترض العقرب الدقايق جه على 9، يبقى هتبقى الساعة 3:45 دقيقة، يبقى هتبقى إلي 3h45، إلي 3h45. طيب بعد كده نفترض العقرب جه الدقايق جه على 10 اللي هي 50 دقيقة، يعني الساعة 3:50 دقيقة، يبقى هقول إلي 3h50، إلي 3h50. طيب نفترض العقرب جه بعد كده على 11، 11 يبقى كام دقيقة؟ يبقى 55 دقيقة، يبقى هتبقى الساعة إلي 3h55، إلي 3h55، يعني الساعة 3:55 دقيقة. يبقى هنا لو لاحظتوا يا جماعة كل رقم من الأرقام دي بضربه في 5 بيديني عدد الدقايق بتاعته، يعني 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55. يبقى أنا لازم يا جماعة عشان أتقن الساعة لازم أحفظ الأرقام كويس جدا جدا جدا. طيب نيجي بعد كده حاجة مهمة في الساعة، هنتكلم على حاجة اسمها موان. موان يا جماعة يعني إلا، موان يعني إيه؟ يعني إلا، موان يعني إلا. طيب هنا حتى في الإنجليش انتوا خدتوا الساعة قبل كده، الجزء اللي على الإيد اليمين اللي هو باست اللي هو و، الناحية التانية على إيدك الشمال اللي هي تو اللي هي إلا. نفس الكلام في الفرنساوي يا جماعة، أنت هنا هتلاحظ حاجة إن إلا
دايما هتلاقيها على ايدك الشمال، دايما هتلاقيها على ايدك ايه الشمال في الساعه. طيب وهتلاحظ حاجه مهمه جدا، ان انت مثلا هتلاقي لو على ايدك اليمين هنا واحد بكام دقيقه؟ بخمسه. يبقى الناحيه المقابله على طول في الناحيه الشمال تبقى الا خمسه، يبقى موان سانك، يبقى هنا واحد وخمسه سانك، الناحيه الثانيه 11 يبقى ايه موان سانك، هنا 2 ديس ب 10، الناحيه الثانيه اللي قدامها 10 تبقى موان ديس يبقى الا 10. الناحيه اللي على اليمين ايكار وربع، يبقى الناحيه اللي قبالها على طول 9 هتبقى موان كار، موان كار يعني الا ربع، او ممكن اقول موان كانز الا 15 دقيقه. هنا هتلاقي هنا 4 اللي هي 20 دقيقه، المقابله ليها على طول يبقى الا 20 دقيقه اللي هي 8 هتبقى موان 20، موان 20. 5 هنا هتلاقيها و25 دقيقه اللي هي 25، هتلاقي المقابله ليها في الناحيه الثانيه الا 25 تبقى موان 25، موان ايه 25. يبقى يا جماعه خلي بالكم ان الا دايما في على ايدي الشمال، دايما على ايدي الشمال فين؟ في الساعه. وهتلاقي لو في الناحيه اليمين و5 المقابله ليها على طول الا 5، و10 المقابله ليها الا 10، يبقى هنا و15 يبقى الا 15، و20 المقابله ليها الا 20، و25 تبقى الا 25. يبقى انا اخلي بالي ان دايما موان في الناحيه ايه الشمال. طيب هنا هنلاقي يا جماعه مثلا الساعه داخله على الساعه 4، عقرب الدقايق جاي على 7، عايز اقول انا الساعه 4 الا، احنا قلنا 7 يبقى الا 25 دقيقه، يبقى اقول ايه؟ يبقى الي 4 اور موان 25، الي 4 اور موان 25. طيب العقرب لو جه على 8 يبقى الا 20، يبقى الي 4 اور موان 20. طب العقرب لو جه على 9 يبقى الا 15، يبقى الي 4 اور موان 15 صح؟ او الي 4 اور موان الكار، موان لو كار يعني الا ربع. طيب العقرب لو جه على 10 يبقى الا 10، يبقى الي 4 اور موان 10، يبقى الي 4 اور موان 10. طب لو جه على 11 يبقى الي 4 اور موان 5، يبقى الي 4 اور موان 5 يعني الساعه 4 الا 5. يبقى انا خلي بالي ان الا دايما بيبقى الناحيه الشمال، ولو العقرب على 7 يبقى الا 25، لو على 8 يبقى الا 20 موان 20، لو على 9 يبقى موان 15 الا 15 او موان لو كار، لو على 10 يبقى موان 10 الا 10، لو على 11 يبقى موان 5 يبقى الا 5. يبقى انا عندي طريقتين يا جماعه ممكن استخدمهم في الساعه، ممكن استخدم اللي هي الدقايق وعلى طول لحد ما اوصل ل 55 دقيقه، او لو عايز استخدم الا ممكن برضو ان انا استخدمها. يعني ايه؟ يعني قصدي ان انا بقول ممكن اقول الساعة 3 و 35 دقيقة، او ممكن اقول الساعة 4 الا 25 دقيقة، ممكن اقول الساعة 3 و 40 دقيقة، او ممكن اقول 4 الا 20 دقيقة، ممكن اقول الساعة 3 و 45 دقيقة، او ممكن اقول الساعة 4 الا 15 دقيقة، ممكن اقول الساعة 3 و 50 دقيقة، او ممكن اقول الساعة 4 الا 10 دقائق، ممكن اقول الساعة 3 و 55 دقيقة، او اقول الساعه 4 الا 5. يبقى انا اهم حاجه اعرفها ان كلمه الا يعني ايه موان، الا يعني ايه موان. طيب نشوف بالتفصيل بقى هنا يا جماعه، العقرب داخل على 4 زي ما قلنا بتاع الساعات، العقرب اللي هو الا جاي على 7، قلنا يبقى الساعه كام؟ 4 الا 25 دقيقه، يبقى كده تبقى الي 4 اور موان 25، الي 4 اور موان 25، الي 4 اور موان 25. طيب العقرب الدقايق راح جه على 8 يبقى الا 20، يبقى هتبقى الي 4 اور موان 20، الي 4 اور موان 20. طيب العقرب راح جه على 9 يبقى هتبقى الي 4 اور موان 15 يعني الساعه 4 الا 15 دقيقه، يبقى الي 4 اور موان 15 يبقى الساعة 4 إلا 15، أو ممكن أقول الساعة إلي 4 أور موان لو كار، إلي 4 أور موان الكار يعني إلا ربع، إلي 4 أور موان الكار يبقى إلا إيه؟ ربع. طيب نفترض العقرب بتاع الدقايق جه على 10، يبقى الساعة 4 إلا 10، يبقى إلي 4 أور موان 10، إلي 4 أور موان 10. طيب نفترض العقرب جه على 11، عقرب الدقايق يبقى الساعة 4 إلا 5، يبقى أقول إلي 4 أور موان 5، إلي 4 اور موان 5. يبقى دي هنا يا جماعه اللي هي موان يعني الا، قلنا دايما في الناحيه الشمال، يعني لما تبقى على 7 يبقى الا 25 موان 25، على 8 يبقى موان 20 الا 20، على 9 يبقى موان 15 الا 15، على 10 موان 10 الا 10،
على 11 يبقى موان سانك. طيب نيجي لملاحظة برضو لازم ناخد بالنا منها في الاخر، ايه هي يا جماعة؟ ان في اوروبا بيتعاملوا بال 24 hours يعني 24 ساعة. يعني ايه 24 ساعة؟ يعني انا مش لازم يجي، يعني هو مثلا الساعة عندنا 1 الظهر، هو مش لازم يجي يقول الساعة 1 الظهر، لا ممكن يقول الساعة 13. 13 يعني تساوي الساعة 1 الظهر. ليه؟ لان هو بيكمل بعد 12 بيكمل 13. هنا حتى اجيبها لك اهم الساعة اينر عندهم هم في ال 24 hours 13 الساعة 13. عندك الساعة 2 عندهم بتبقى 14 الساعة 14. العقرب لو جه على 3 يبقى 15 الساعة 15. العقرب لو جه على 4 يبقى 16 الساعة 16. العقرب لو جه على 5 يبقى 17 الساعة 17. العقرب لو جه على 6 يبقى 18 الساعة 18. العقرب لو جه على 7 يبقى 19 الساعة 19. العقرب لو جه على 8 يبقى 20 الساعة 20. العقرب لو جه على 9 يبقى الساعة 21 هي 21 اور. العقرب لو جه على 10 يبقى 22 الساعة 22. العقرب لو جه على 11 يبقى 23 الساعة 23. طبعا يبقى انا هنا يا جماعة افهم ان هناك بقى بيستخدموا ال 24 hours. يبقى انا لو كاتب لي مثلا الساعة 13 و5 ما عنديش اي مشكلة خالص، معناها الساعة 1 و5. لو قال الساعة 14 و5 مفيش مشكلة، يبقى الساعة 2 و5. 15 يبقى 3. الساعة 16 سيز يبقى 4. 17 يبقى 5. 18 يبقى 6. 19 7. 20 يبقى 8. 21 9. 22 10. 23 يبقى الساعة ايه 11. يبقى انا ما عنديش مشكلة خالص في الساعة. اتمنى يا جماعة ان انتوا تكونوا استفدتوا. وطبعا هنا حتى انا جايب لك مثال بيقول لك مثلا الساعة زي ما انا قلت قبل كده ان احنا ممكن نقول الساعة 1 بعد الظهر. il est une heure de l'après-midi. il est une heure de l'après-midi الساعة 1 بعد الظهر. هناك عندهم يقول لك ايه بقى في اوروبا؟ il est 13. il est 13. 13 يعني الساعة 13. يبقى انا افهم ان 13 هي 1. برضه مثال تاني مثلا عايز اقول 8 بالليل. il est 8 heures du soir. il est 8 heures du soir. 8 مساء. هو عندهم مش هيقول 8. 8 و 12 يبقى الساعة عندهم il est 20h. il est 20h يعني الساعة 20. طبعا انا اتمنى ان يكون الفيديو ده افادكم، واتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.